الاقتصاد اتأجلت 6 شهور، هي اتأجلت فعلا بدون غرامات، ولكن الفايدة بتاعت ال6 شهور هيتم اضافتها بعد كده وهتتحسب على قسط جديد، يعني هيبقى عندك قسط جديد بعد 6 شهور. فدي حاجة مهمة لازم تراجع فيها البنك بتاعك، لأن المعلومات اللي موجودة إن حاليا أي حد عنده قرض أو عنده قساط عن طريق بنك هي بتؤجل أوتوماتيك 6 شهور، فأنت لازم تدي تعليمات للبنك إن أنا مش عايز أجل. فدي برضه ارفع وشك فوق سنة، ارفع يعني ارفع كمان. فإما تقول لهم لا أنا مكمل زي ما أنا فأنت هتكمل بنفس القيمة بتاعتك، إما تقول لهم لا أنا هأجل 6 شهور فأنت في الحالة دي لازم يعرفوك القيمة الجديدة اللي هتدفعها للقسط بعد كده هتبقى قد إيه، لأن قيمة الفايدة بتاعت ال6 شهور دي هتتحط لك على الأقساط اللي باقية. بص تحت سنة مختار، بص تحت سنة، بص تحت كمان. وحشني قعدة الشغل، فاكر قعدة الشغل بتاع زمان دي؟ وكنت ايه تقعد تتريق على دي وتتريق على دي وتتريق على دي، تقول لها بص انت لابسه ايه، بص انت عامل ايه، بص انت عامل شعرك ازاي والكلام ده كله. بص تحت ايام والله الواحد لما بيفتكرها بيقول ياه، فاكر لما كانت ميرفت صاحبتكم، ميرفت صاحبتكم دي اللي كانت متعينه جديد، ايه وشيناه؟